الأعزاء، رمضان كريم وكل سنة وحضراتكم طيبين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء خاص على شاشة كل الزملكاوية قناة الزمالك. الحقيقة أن كل يوم بيعدي علينا وإحنا في رمضان بيكون هدفنا أننا نمارس على قد ما نقدر أو بأكبر قدر ممكن العبادات والشعائر الدينية اللي دايما بنستناها من السنة للسنة، خصوصا في شهر رمضان شهر الخير. مش معنى أن إحنا معظم الوقت بنكون في راحة شوية في البيت أن إحنا ننسى الحاجات الأساسية في الشهر الكريم. أمور كثيرة جدا هندردش معاكم فيها كل يوم في شهر رمضان. كمان حابة أتكلم معاكم في حاجة من الحاجات اللي الحقيقة بنستناها دايما في رمضان، وهي فكرة الزيارات. يعني سواء بقى الزيارات الأسرية أو الزيارات بقى مع الأصدقاء، إن إحنا نشوف قرايبنا أو الناس اللي بنقعد كثير فترة كبيرة ما بنشوفهمش. إحنا دلوقتي أنا عارفة إن إحنا بنعيش زمن الإجراءات الاحترازية، يعني رمضان في زمن كورونا مختلف شوية، لكن ده ما يمنعش إن أنت تفكر تسأل على حد مثلا من قرايبك بقالك كتير ما شفتوش. صحابنا اللي بنقعد فترات كبيره برده مش بنشوفهم، بيكون وقت مناسب جدا في رمضان ان احنا نتجمع مع بعض. يعني ما فيش مشكله ان احنا نتجمع بقى على الفطار، نتجمع على السحور، الناس اللي احنا ما بنشوفهمش غير كل فين وفين ممكن نعزمهم على حاجه من دول. في ناس بقى بتفضل السحور، انا من الناس اللي بفضل السحور شويه، بتكون الامور اخف شويه وبيكون الواحد بقى بعد عن دربكة الفطار وعن البرجلة اللي بتكون طبعا قبل الفطار. بس أهم حاجة في كل ده هي فكرة صلة الرحم، المودة، إن احنا بقدر الإمكان إن احنا نتواصل مع بعض، لأن ده شهر الخير زي ما قلنا، شهر التواصل وصلة الرحم اللي بنستناه من السنة للسنة. والحقيقة زي ما تعودنا من أول يوم في رمضان دايما بيكون معانا ذكرى زملكاوية رمضانية، طبعا مع أكثر المناسبات الزملكاوية الجميلة في الشهر الكريم. يعني احنا مش عايزين نطول الحقيقة عليكم، النهاردة هيكون معانا واحد من نجوم كرة الصالة، أحد أبرز نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر في الهاندبول، يكون معانا كابتن حسن يسري، واحد من أساطير فرقة الكوماندوز، لعب مع الزمالك فترة عظيمة جدا. حقيقة أنه الكابتن حسن يسري كسب مع الزمالك كل البطولات المحلية والبطولات القارية، شارك كمان مع الفراعنة في أكتر من محفل قاري وعالمي. الجميل كمان الحقيقة في الموضوع أنه الأجيال الجديدة عارفة كل حاجة عن تاريخ الهاندبول، يعني الأجيال الجديدة دلوقتي عارفة كل حاجة عن تاريخ الهاندبول في نادي الزمالك، ودي الحاجة الحقيقة اللي عجبتني جدا. فكرة إن احنا دايما بحس دايما إن فريق كرة القدم يكون واخد الشو كله، يكون واخد الاهتمام الكبير كله، لكن عندنا في الزمالك الموضوع مختلف. قطاع كبير جدا من المشجعين اتفاجئت إن الجيل الحالي منهم بيتابع كل ما هو زملكاوي، عارف الحقيقة كل كبيرة وكل صغيرة بالتحديد في لعبة الهاندبول ونجوم كمان الهاندبول بقى من أيام كابتن محمد فضالي ومصطفى الأحمر لحد الجيل الحالي، يعني كابتن أحمد الدرع، كابتن أحمد الأحمر الدرع وكمان رفاقهم. حقيقة دايما ملوك الصلاة ده تاريخ مشرف من النجاح والانتصارات، عنوانه الرئيسي مدرسة الفن والهندسة. ضيفنا النهاردة اللاعب الكبير الأسطورة كابتن حسن يسري صاحب القفضة الحديدية. شمينة 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 من حسن يسري، شوف التمويه، شوف أول كلمة هتروح على لسانك وانت زملكاوي هي كلمة ملوك الصلاة. وعشان مدرسة الفن والهندسة وقلعة الأبطال تميزت بنجاحها الكبير في لعبة كرة اليد، فطبيعي جدا يخرج منها نجم كبير اسمه حسن يسري. شميلة 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 من حسن يسري، مرة أخرى حسن يسري كيتسلل من الممر الخارجي، شوف التمويه، شوف الطريقة. حسن يسري اللي بيتم تصنيفه كواحد من أفضل نجوم اللعبة في العقد الأخير من الألفية الجديدة، تألق ولمع مع نادي الزمالك، مثل منتخب مصر في كتير من المحافل القارية والعالمية، وأصبح مثل أعلى للعديد من اللاعبين الناشئين والشباب. حقق مع الزمالك النجم صاحب القبضة الحديدية كل البطولات المحلية والقارية، فاز ببطولة الدوري 6 مرات وبطولة الكأس 8 مرات، ده غير 3 ألقاب لبطولة السوبر المصري وزيهم لبطولة التميز ولقب للبطولة العربية. لكن تبقى البطولات الإفريقية لها طابع خاص عند النجمين الكبير اللي حقق منها 4 ألقاب لكأس الكؤوس الإفريقية و5 سوبر إفريقيا، وكمان مثل ناديه في كأس العالم للأندية 3 مرات، حقق الزمالك فيهم الميدالية البرونزية 2، تدرب مع العديد من النجوم زي الدكتور أحمد دابس والكابتن أيمن صلاح، ومؤخراً اعتزل لعبة كرة اليد بعدما ترك انطباع رائع وتاريخ عظيم يحكي
بيبكي عنه كل عشاقه ومحبيه، وتفضل معانا لقطة بكائه في ماتش الترجي بعد ما انتزع واحدة من أعلى الألقاب عالقة في أذهان كل الجمهور الزملكاوي، صاحب القبضة الحديدية حسن يسري. كابتن حسن منورني وسعيدة جدا بوجودك معايا النهارده. طبعا أنا اللي سعيد دايما اني موجود في قناة نادي الزمالك، وسعيد اني موجود معاك النهارده. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. طيب كابتن، خلينا نروح على طول بقى كده لأجواء رمضان، يعني قول لي ايه الفرق ما بين أجواء رمضان دلوقتي وأجواء رمضان زمان شوية، يمكن قبل ما تلعب كمان كرة يد؟ لا طبعا هو الأجواء مختلفة. أولا يعني شهر رمضان من ميزته ان يعني بيبقى شهر هدايا، الامور كلها بتبقى كويسه، الواحد بيبقى طباعه هاديه. يختلف بالنسبه لي زمان عن دلوقتي ان انا اصلا من منطقه شعبيه، فالمناطق الشعبيه بيبقى فيها شهر رمضان الناس بتحسه وبتعيشه اكتر من اماكن تانية كتير. الاجواء بتكون مختلفه طبعًا. بتحس ان طبعًا. الاجواء طبعًا. بتكون اجواء رمضانيه اكتر من المناطق التانية. انا من اساس مصر القديمه، من عين السيره، احنا كنا بنلف على البيوت ونلم الفلوس ونعمل زينه رمضان ونعمل فوانيس رمضان ونقعد نلعب كوره ونقعد نفرقع صواريخ. الكلام ده دلوقتي مش موجود مثلا. حد بيعمل مفيش. فطبعا كانت اجواء رمضانيه جميله. كنا صغيرين مش شايلين هم لاي حاجه، بعبارة ان احنا بنقعد نلعب ونتبسط ونقضي شهر جميل جدا. الدنيا دلوقتي اختلفت بقى مع دلوقتي برضو الشباب او الولاد الصغيرين في نفس المكان في نفس المناطق ديت بيروحوا يتجمعوا ويلموا برضو فلوس ويعملوا زينة، ولا لا خلاص ما بقاش في الكلام لا ده؟ هو بيحصل بس احنا اللي بعدنا شوية بحكم بقى الرياضة وبحكم ان احنا يعني مشينا من المكان وان احنا عزلنا رحنا اماكن تانية، فدي مش متواجد فيها. لكن انا بحس رمضان فعلا في اول يوم، لما انا اول يوم الحمد لله رب العالمين على طول لوالدتك على بروح للحاجة بفطر أول يوم عندها، طبعا بعيش أجواء يعني في غاية السعادة. بعد كده بقى برجع بيتي تبتدي بقى تعيش اللي هو رمضان العادي. تحس ان انت رجعت في منطقة ما فيهاش نفس أجواء رمضانية اللي موجودة في منطقة مصر الجديدة، صح؟ مصر القديمة. أنا اللي عايز أقول لحضرتك إن أيوة، إن أنا ساعات في رمضان ممكن تلاقيني خدت العربية في بعد بقى ما رحت عند الحاجة يوم 15 يوم 17 يوم 20، احب ان انا اتبسط شويه، اروح بقى السيده زينب امشي بعربيتي، اروح هناك تلاقي فوانيس وناس مبسوطه وناس. لكن انا دلوقتي ساكن في الشيخ زايد، فنادرا لما بتشوفي حد بيحتفل بالاجواء دي بالذات، لان طبعا الوضع مختلف. بيبقى في احتفالات بس تكون مختلفه، مش طبعًا. بيبقى ليها نفس الطعم اللي تربينا عليه. يعني بنشوف فيه برضو انوار وفي زينه وكل حاجه بس مش بتبقى بنفس الاحساس بتاعت الحاجات اللي في الاماكن الشعبيه. لا هو دي مختلفه عندي اكيد. طب قولي بقى، والدتك لما بتروح لها اول يوم، طب بتقول ان انت اساسي عندك اول يوم رمضان بتروح لوالدتك، مظبوط؟ ايه بقى الاكل اللي انت بتحبه؟ يعني هي اكيد عارفه انت بتحب ايه وايه الحاجات اللي بتحبها اول يوم على السفره. هو يعني احنا بيحصل مشكله ده مبدئيا. ليه؟ ما هو يعني هي الحاجه ربنا يديها الصحه بتعمل كم اكل وكم اصناف اكل مش طبيعي. ان هو اول يوم رمضان كده برضو يا كابتن لازم السفره تبقى مليانه كل الاصناف. 10 ولا يعني لو 10 20 واحد هياكلوا برضو مش هيخلصوا الاكل ده. يعني لك انت تتخيل ان بيبقى فيه مثلا فراخ وفي لحمه وفي بط وفي طب مين هياكل كل ده؟ وحضرتك في اول يوم رمضان كل الناس بيبقى الهدف بتاعها مثلا ناقصها ميه، ناقصها مش عارف ايه، مش قصه اكل. يقعد يشرب في ميه ويشرب في عصاير وخشاف وما يبقاش في مكان للاكل. فنيجي بقى نخلص الفطار نخش في مشكله بقى بعد الفطار. انتوا ما اكلتوش، بتبقى عزماني انا واخواتي، انتوا ما اكلتوش، انتوا ما عملتوش، انا تعبت. طب ما احنا قلنا بقى لنا 20 سنه في رمضان بلاش اول يوم. لكن طبعا توزع الاكل معاكم وانتوا ماشيين، كل واحد بقى ياخد ايه؟ ياخد الاكل معاه يتسحر بيه غصب عنه اللي عايز ياخد. لكن طبعا بيبقى يوم جميل جدا ويوم رائع جدا، ان زي ما حضرتك اتكلمتي قلتي ان الاخوات صله الرحم. اخوات حضرتك كتير؟ عندك اخوات كتير؟ انا عندي ثلاثه، عندي اختي ما شاء الله ربنا يخليهم، كبيره وداليا، واختي الثانيه هوايده، وعندي انا الثالث، وعندي اخويا منير الرابع. فبنتجمع بقى كله دلوقتي وولاده كبروا وكده، فبتحس ان في جو كده البيت فيه 20 25 واحد، اجواء جميله يعني. ربنا يخليكم لبعض كابتن. طب قول لي، انت بتقول ان الوالده بتعمل بقى اكل كتير وبط وحمام وفراخ وحاجات كل حاجه بتبقى موجوده، طيب قول لي ايه الحاجه بقى كابتن حسن بيحبها وبيطلبها من والدته؟ اكيد في صنف كده. والله هقول لحضرتك حاجه، انا عموما مش اكيل. يعني انا عموما مش اكيل، انا ممكن مثلا انا بحب ورق العنب جدا. هي عارفه ان انا بحب الباميه وممكن احب الويكه، فممكن تلاقي باميه عاديه وممكن تلاقي ويكه وممكن تلاقي ورق العنب
ممكن تلاقي بقى جميع انواع المحاشي بعد كده، وانا بحب مثلا رز بالكاري هي بتعمله. بعدين بقى تلاقي الحاجات التانيه ديت كتير 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 كتير، فانا يعني يوم ما هاكل حاجتين يعني حاجه حاجتين حاجه حاجتين حاجه حاجتين وخلاص على كده. اخش بقى معاه في مشكله، طب خد، طب ما تاخدش، طب انت ما اكلتش، والله انا اكلت، انا مش قادر اتنفس. بس جوعتني يا كابتن، وشكلك كده هكتر معاكوا بعد بعد الحلقه. لكن بيبقى يوم، بيبقى يوم جميل جميل في ان احنا بنتواجد مع بعض، وجميل في اجواءه وجميل في احساسه، لان رمضان شهر يعني مختص تماما عن بقيه شهور السنه، هو يعني بيبقى فيه اجواء جميله طبعا، في احساس رائع في شهر رمضان طبعا. ايه اول حاجه بتعملوها اول لما المدفع بيضرب؟ يعني برضو حاجه من الحاجات بتاعت رمضان حلاوتها ان احنا بنحب يعني حتى في التلفزيون طبعا ما بقاش في حد بيسمع صوت المدفع خلاص، بس في التلفزيون بنشوف دايما بيجي قبل الفطار الحته بتاعت مدفع الافطار اضرب، دي كلمه مرتبطه الحقيقه عند كل المصريين برمضان. قولي بقى اول حاجه بتعملوها اول ما المدفع بيضرب. اول حاجه بنعملها، احنا ساكنين عين السيره قريبه من القلعه، فاحنا كنا المدفع بيضرب من القلعه، فانتوا بتسمعوه، احنا كلنا عايزين نسمعه ده، بتسمعوا المدفع، احنا ما بنسمعش المدفع، احنا بنشوف في التلفزيون، احنا كلنا بنبعدين عايزين نسمع المدفع من القلعه. فطبعا خلاص بقى يعني عندي اخويا الصغير بنير ده دمه خفيف شويه، هو بقى من ساعه المدفع لحد الاذان كده هو بقى مع والدته، يا الله مشاكل، يقعد بقى يستعجلها وكده، طب هنصلي الاول، طب مش عارف ايه. لا هو بيبقى مهتم جدا ان هو لازم يستارت اول حاجه الاكل. طب وبعد كده بقى بتفضلوا مجمعين لحد السحور ولا لا خلاص؟ لا يعني بيجي بقى على 10 11 كده خلاص، كل واحد بيبتدي بقى يتجه لبيته، مش هنخلي ماما تعمل السحور كمان، الموضوع صعب عليها. وبعدين انا يعني انا عن نفسي بروح لها 3 4 ايام في رمضان، مش يوم واحد، ممكن 3 4 5 ايام. بس عندي برضو مشكله معاها ان انا خلاص بقى ما بحبش ان هي تكلف نفسها تاني، فبتلاقي المغرب بيبدا تلاقيني داخل. نقعد برضو ما بتقولهاش يعني، نقعد نتشكل شويه كده قبل الفطار، طب انت ما قلتش، طب انت، طب ما انا مش هقول. يعني انا جاي بس عشان اشوفكم، مش جاي عشان يعني اخليها تكلف نفسها، تتعب نفسها. مظبوط. طب قبل كده وانت صغير بقى وانت عايش بقى معاها في البيت، شكل رمضان كان بيبقى عامل ازاي؟ كنت متعب ولا كنت طفل هادي؟ بالعكس انا مش متعب خالص، لان انا مش اكيل، مش بطلب حاجه في الاكل قد ما هو ان الاكل بالنسبه لي اللي موجود انا باكل منه. هو ايه، مش مشكله، فده طبعا ما بيسببلهاش اي مشاكل عكس منيره اخويا، فهي كانت على طول انت هادي، ما عنديش مشاكل خالص معاها. لكن كان مشاكلي بقى اللعب كتير في الشارع، اللعب كتير بالليل، اللعب كتير لحد السحور. والمناطق دي كنا بنلعب يعني بجد كتير جدا 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 في الشارع، يعني انا كنت بلعب في الشارع، كنت بلعب كرة يد، كنا بنعمل ملعب كرة يد في الشارع، لان انا جيراني الشقه اللي قدامي كانت عيلة الكابتن اشرف عواد، فعيلة اشرف كابتن اشرف عواد كنا بنلعب كرة يد في الشارع، وبعدين نلعب كرة قدم في الشارع، وبعدين نقعد بقى نلعب حاجات تانية في الشارع. كنت بتلعب كرة يد وانت صغير قبل ما تلعب تبدا في اللعبة اصلا ولا احنا لا؟ انا لعبت كرة يد وانا عندي 6 سنين. كنا بنروح نلعب بقى في مركز شباب عين السيره، وبعدين التمرين ممكن يبقى ساعه ونص. احنا كمان بنروح نلعب بقى ساعتين ثلاثه عند البيت، نعمل سته كده بالرمله ونقعد نلعب في الشارع. بس فكانت اجواء جميله طبعا، يعني واحنا صغيرين ما كانش حد شايل هم حاجه او مسؤوليه اي حاجه قد ما انت شايل ان انت ازاي يعني ازاي بتبسط نفسك طبعا. ازاي تقدر تعمل اللي انت عايزه، ازاي تقدر تلعب اللعبه اللي انت بتحبها. عشان كده احنا لعبنا فوق العشر لعبات لحد ما النجوميه بتاعتنا ظهرت في اللعبه اللي احنا بنحبها. تميزت في حاجه انت انت كان عندك الموهبه فيها. بالظبط كده. يعني انت كنت من وانت صغير في الشارع على طول بتحب تلعب. على طول. دي حاجه مريحه جدا لاي ام. كلنا لعبنا كل حاجه. حاجه مريحه والله يا كابتن لاي ام. انزل العب في الشارع ما ترجعليش غير على السحور. لا اوقات كتير بقى لا يعني لازم يعني تبقى يعني حتى قبل الفطار بنلعب، بعد الفطار بنلعب. في شويه مشاكل كانت بتحصل ان احنا كنا بقى احنا في منطقه شعبيه فنلعب كوره، فالكوره بقى تبتدي تيجي في البيوت ونخش معلش ونتحايل والكوره ما تجيش هنا تاني. بس فكان يعني اجواء طبعا رائعه طبعا، الواحد كل ما بيفتكرها طبعا اجواء يعني هي اللي عملت الشخصيه اللي الواحد بقى فيها دلوقتي. طب فوانيس رمضان بقى، فاكر اول فانوس رمضان جالك ولا صعب تفتكر؟ جالي اول فانوس، جالي اول فانوس. انا طبعا يعني مش فاكر ان ده اول فانوس ولا اخر فانوس، بس انا فاكر اول فانوس جالي اللي كان فيه جوه كتكوت، ده مكان اللمبه. كان ايه؟ كتكوت. يعني تقعدي تشغلي كده يقعد يعمل كده. دي من الحاجات القديمه جدا. انت فكرتني والله، قعدت دلوقتي افتكر انا ايه اول فانوس جالي. يعني دايما كانوا بيبتكروا دايما في اشكال الفانوس، بس طبعاً.
تفتكر ان الفانوس ده بيبقى شكله احلى او احنا بنحبه اكتر، ولا بنحب الفانوس الرمضاني اللي هو المعتاد التقليدي؟ هو انا شايف لا يعلى على فانوس رمضان التقليدي. هو دلوقتي انت بتبتدي مثلا يعني في الاماكن اللي انا بقول لك عليها الاماكن الشعبيه دي بتلاقي الفانوس التقليدي كتير. الاماكن الاحسن شويه بتبتدي بقى تلاقي الحاجات اللي طالعه جديده، بتتعمل اشكال، بتعمل فوانيس، طريقه الكلام بتاعت الفانوس، فده طبعا مختلف تمام. طيب قولي بقى يعني يا بنات حضرتك او اولادك، قولي عندك الاول كم بنوته؟ عندي زينة كبيرة، وعندي مايا، وعندي فريدة 17 14 8. ربنا يخليهم لك يا رب يا كابتن. وقولي بقى اجواءهم، اجواء رمضان معاهم ايه؟ يعني الفوانيس بقى بيحبوا الفوانيس والكلام ده ولا مالهمش فيه؟ لا هما مش قصة الفوانيس، هما اجواء رمضان بالنسبة لهم بقى يقعدوا يتكتكوا قبل رمضان. هنبتدي يعني نعمل ايه؟ طبعا انا بجي بوظلهم كل ده. ليه بس؟ لان انا مشكلتي في رمضان الوقت اللي قبل الفطار. الوقت اللي قبل الفطار بالنسبه لي لازم استغله، اللي هو من بعد العصر. اخدهم بقى ممكن نطلع نجري في رمضان يا كابتن؟ اه في رمضان وهم صايمين؟ اه طبعا. انا قبل العصر دي بتبقى صعبه شويه. بعد العصر. بعد العصر. انا عن نفسي على طول الحمد لله عن تجربه يعني بعرف اخس في رمضان كويس قوي. لاني على طول بتمرن قبل الفطار، حاجه جديده دي. بتمرن قبل الفطار فبعرف اخس. فساعات بقى اخليهم ياخدوا العجل بتاعهم ونطلع مع بعض، ساعات ننزل نقعد في الجنينه في البيت نعمل اي رياضه، ساعات بقى هم لو يعني لو في دراسه بيجوا يناموا، لكن لو الايام اللي ما فيهاش دراسه بيتعاملوا معايا بقى، نقعد نلعب في الجنينه، نقعد نلعب كوره، نقعد نعمل اي حاجه. الحمد لله هم بيصوموا، حتى الصغيره 8 سنين بتصوم. وبس ما فيش حد بيجي يقول لك لا مش قادر، حرام عليك يا بابا احنا صايمين عشانين جو حر. هي زينة عشان زينة الكبيرة هي مش اجواء رياضيه خالص. هي يعني بتحب تقرا، فهي على طول يعني قصتها ان انا اقعد اقرا وان انا اقعد اذاكر بمذاكرتي وخلاص. كل الاجواء بتاعتكم دي بقى انا ماليش دعوه بيها. عندي مايا، حتى مايا دلوقتي بتلعب هاندبول، مايا ابتدت تلعب هاندبول يعني عايزه تبقى زيي. بتلعب رياضه وماشيه كويس وتحسنت الفتره اللي فاتت. وعندي فريده الصغيره دي بقى بتعمل كل حاجه، دي اللي هي عندها 8 سنين. دي 8 سنين بتعمل كل حاجه اللي هي عايزاه بتعمله. دي دلوعه بابا، دي اي حاجه بابا، هو دايما اخر العنقود كده متدلع في كل حاجه. اي حاجه البيت عايزها يقولوا الفريده، فريده تقول بس كده. ففريده هي ما بترفضلهاش طلب. لا ربنا ربنا يخليها لك يا رب يا كابتن. طب خليني اسالك، لما كنت لاعب يومك او نهار رمضان كان بيبقى ماشي زي انا دلوقتي؟ استشفيت شويه الموضوع يعني، انت ما كنتش شكلك ما كنتش بتعاني لو في مثلا مباراه او لو في تمرين، ما كنتش بتعاني وانت صايم؟ لا انا الحمد لله ما كانش عندي معاناه، بس كان لما بيبقى في تمرين الصبح كان بيبقى صعب. لكن قصه ان انا اتمرن مثلا 4:30 دي اخلص على 5:30 على بال ما اخد الشاور بطلع على على الاذان يعني، فدي حاجه كويسه. لكن قصه ان انت تمرني بقى 10 الصبح او 12 الصبح وتقعدي بقيه اليوم كده كانت اموره صعبه. كان عندنا سفريه في بنين، وبنين دي بلد حر جدا 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 جدا، كانت بطوله افريقيا، وكنا بنلعب الماتشات تقريبا 12 الظهر واحنا مصممين كلعيبه نصوم. كنتش قبل كده ما استخدمتش الرخصه بتاعت ان انتم مسافرين وكده؟ فممكن لا. فكنت شايف ان نبقى تعبانين جدا. فجينا في يوم كنا صايمين، والشوط الاولاني احنا كسبانين فرق 7. بين الشوطين المدرب اللي معانا المغرب ادن، المغرب ادن، اللعيبه بقى بلح وميه ومش عارف ايه، وبنلعب فرقه مش قويه يعني. نزلنا الشوط الثاني اتغلبنا فرق 10. يعني وانتوا في الشوط بعد ما فطرتوا تتغلبوا؟ بعد ما فطرنا، ما هو اللي حصل ايه بقى بعد الفطار؟ انت حضرتك طبعا عارفه ان لما بيحصل الفطار وكلام من ده ان الدم كله بيتحول للمعده عشان تبتدي بقى طريقه اربعه ميه بقى لحد ما خلاص. لا ميه بقى وبلح واللي عسل واللي طبعا نزلنا الشوط الثاني يعني الفرقه كلها مش شايفه حاجه، بس كان ماتش في المجموعه يعني عدى على خير وكسبنا البطوله الحمد لله. الحمد لله. كانت من نوادر، قلنا لا خلاص حتى لو المغرب قدام في الملعب مش هنلعب واحنا صايمين، هنلعب كمل واحنا صايمين. ايه ده بس يعني حاجه 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 حلوه يعني، فكره ان انتوا بتلعبوا وانتوا صايمين والاداء افضل واقوى من كمان من وانتوا فطرانين، فدي حاجه حلوه جدا. هي وقصه الاكل قبل المباريات او كلام من ده بيبقى ليه تايم يعني. انا المفروض قبل الماتش باربع ساعات خلاص ده اخر وجبه ليا، علشان تبتدي بقى تخش عمليه الهضم، وبعد عمليه الهضم تتحول بقى لطاقه. لكن كون ان انا اكل قبل الماتش بساعه ولا كلام من ده صعب جدا، لان الدم اللي في الجسم اللي هو بيدي
اللعيب يعني عشان يقدر يلعب الدم ده كله بيتجه للمعدة، فاللعيب تلاقي أداؤه مش قادر يطلع 50% غصب عنه. فممكن تبقى حاجة بسيطة كده، لكن ممكن تبقى حاجة بسيطة عادي جدا. يعني ممكن يعني مثلا احنا بنتفرج في التنس ما تشوفتيش حد بيشرب ازازة مية، لا بيشرب حاجات صغيرة حاجات صغيرة حاجات صغيرة، لكن احنا بقى شربنا بين الشوطين بقى كان لو بسطنا يعني عطشت الواحد يا كابتن وجوعت الواحد وحاجه صعبه قوي. خلينا اكيد هنكمل كلامنا مع بعض ونعرف بقى تفاصيل اكتر عن حياه كابتن حسن اكيد بعد الفاصل، استنونا. وبعدين كل سنه وانت يا حاج، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. متضايق ليه يا عم؟ كل سنة وانتم طيبين يا عم، رمضان كريم، رمضان كريم. طب مش مشكلة بقول لك رمضان كريم، موافق أهلاوي بقول لك رمضان كريم، طب قول لي قول لي الله أكرم. الله أكرم. بس خلاص بسيطة. أنت إيه قاطع عليا مش سايبني. عامل إيه؟ والله الحمد لله بخير. اسمك إيه؟ اسمي محمد صديق. طيب بص يا محمد تقول كده طبعًا عايز أقول لك رمضان كريم. وأنت كل سنة وانت طيب كمان. أنت طيب يا حبيبي. طيب بص لو هتعزم لعيب في رمضان على الفطار عندك في البيت، مين وهتعزمه تاكله ايه؟ يا اخي من غير اجابه شيكابالا بالاكيد طبعا. اكيد ما فكرت؟ طبعا ما فيها تفكير يا حبيبي. هتعزمه على ايه؟ اعزمه على حاجات كثير، بس اولها كده تقريبا هعزمه على عصيده اكل سودانيه كده. كل سنه انت طيب. اوجه رساله شيكابالا بالمره. والله مره احبك وصراحه يعني انت فخر البلد كمان وما يهزك يا شيء، وانت يعني توب فوق. لو عندك الفرصه انك تعزمي لعيب من لعيبه الزمالك على الفطار، مين وهتعزميه على ايه؟ الشيكا طبعا. يعني اهدى حاجه مكرونه ومبار، ومكرونه ومبار وبانيه وكده كده الفورمه باظت. يعني يوم بقى ما جتش انا دوري وافريقيا ما جتش في اليوم، يعمل بقى يصوم بقيه رمضان. كل سنه وانت طيب. شكرا. لو هتختار لعيب من الزمالك تعزمه في يوم في رمضان بعد الفطار هيكون مين وتعمل له اكل ايه؟ على مدار تاريخه ولا اللعيبه الموجوده حاليا؟ لعيب زملكاوي. بص انا صراحه عندي ثلاث لعيبه مفضلين، تقريبا كابتن حازم امام ده كان سبب ان انا اشجع نادي الزمالك. طبعا موجودين الجيل الحالي طبعا شيكا، طبعا انت عارف الحب بتاعنا لشيكا. طبعا ارجل لاعب في نادي الزمالك هو طارق حامد. يعني انت ممكن تعزم الثلاثه؟ هعزم الثلاثه الصراحه. كل واحد تعمل له اكل ايه؟ انا عايز اعمل لهم كوارع عشان شده حلوه. ثلاثه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانت طيب. طيب الله يخليك. لو عندك فرصه انك تعزم لعيب من لعيبه الزمالك على الفطار في رمضان تعزم مين؟ بصراحه والله ممكن اعزم اللعيبه كلها، مفيش لعيب معين يعني. الفريق كله؟ انا بطلب من نادي الزمالك ان اللعيبه كلها تيجي تفطر معايا، ده يبقى شرف ليا والله عندنا في المنصوره يعني، يبقى شرف ليا. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. طيب عايز اسالك لو عندك فرصه تعزمي لعيب من لعيبه الزمالك في رمضان على الفطار تعزمي مين؟ اكيد شيكابالا. اكيد. اكيد. اشمعنى؟ عشان هو انسان طيب جدا وجميل جدا. وانا بحبه جدا جدا. هتعمل له اكل ايه؟ هعمل له كل الاكل الحلو اكتر، يعني ممكن اعمل له محشي عشان بعرف، وجلاش ومكرونه بشاميل واكل كتير. بمناسبه رمضان لو عندك فرصه انك تعزم لعيب من لعيبه الزمالك على الفطار عندك في البيت هتعزم مين؟ هعزم اوباما. هتعزم اوباما. هتعزمه على ايه؟ على كوارع عشان يشد شويه كده، لان هو مركزه مهم جدا في الزمالك واحنا عاوزين احسن من كده. هو لعيب مهم. مهم جدا و يعني اهم لعيب في الفرقه بجد، وعليه ضغوط جامده، وان شاء الله ربنا يكرمه ويبقى قدها ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا حاج. انا بقول لك رمضان كريم بس والله، رمضان كريم. كل سنه وانت طيب. طيب يا حبيبي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. انا موجود في نادي الزمالك. طب ممكن نبص للكاميرا؟ عينيا. تعالى كده نقرب من الكاميرا شويه. طيب بما انك زملكاوي جدا بقى، بمناسبه رمضان لو عندك الفرصه انك تعزم لعيب من لعيبه الزمالك على الفطار في رمضان مين وتعزمه على ايه؟ كل لعيبه نادي الزمالك. مفيش لعيب معين، انا شرف لي ان انا اعزم اي لعيب في نادي الزمالك، اللعيبه كلها. اختار لعيب واحد. انا اقرب اللعيبه لهم طبعا، لان انا يعتبر زي مثلا يعني مش هنقول مش هنكبر في نفسنا ان انا مثلا زي والده، انا زي اخوه الكبير كابتن نادي الزمالك حازم امام، لان انا مربيه في نادي الزمالك. ده لابس حاجه عليها زمالك فيه. تعالى تعالى اقول لك حاجه. شكلكوا زملكاويه. اكيد. انا لابس. انا خدت بالي لسه بقول له. اسمك ايه؟ يوسف. اسمك ايه؟ اسماعيل. يوسف واسماعيل كل سنه طيبين، رمضان كريم. هسألك الاول يا يوسف، لو عندك فرصه تفطر لعيب من لعيبه الزمالك في رمضان عندك في البيت تعزم مين؟ اكيد الونش يعني، وطارق حامد. اختار لعيب واحد. لعيب واحد يبقى الونش. تعزمه على ايه؟ اكيد يعني اعزمه على اي حاجه اكله مصريه ده. اي اكله يعني، مثلا مثلا لو محشي مثلا اي حاجه. يا سعيد ما تغني لنا حاجه كده.
الناس راحت فين؟ الناس فين؟ حبيب قلبي ايه الكلام يا سعيد؟ متضايق ليه يا عم؟ اضحك اضحك كده جامد. رمضان كريم. كابتن حسن يسري، لو هيختار واحد من لعيبه الزمالك يعزموه على الفطار هتعزم مين؟ لا هو في كتير، بس انا طبعا يشرفني ويسعدني ان انا اعزم فرقه الهاندبول كلها على الفطار، لان هم اخواتي الصغيرين وفي منهم اخواتي الكبار، ودي المدرسه اللي اتعلم فيها حسن يسري، ودي المدرسه اللي حسن يسري لازم يرد لها الجميل. فانا لو هعزم هعزم فريق كره اليد الحالي ممثل في كره اليد في نادي الزمالك. قريبين من بعض طبعا طبعا طبعا. مين اقرب حد فيهم لحضرتك حاليا في المجموعه اللي موجوده؟ احمد طبعا، احمد الاحمر. احمد الاحمر. طيب هتعزمهم على ايه بقى في الفطار؟ لا دول اللي هم عايزينه، اللي هم عايزينه يعني. خلي بالك احنا كنا بنعمل برضو حاجات كده جوه النادي، ساعات بتبقى في تمارين تقيله في فتره الاعداد، فتبص تلاقي بقى مثلا ايه الفرقه كلها بتاكل في الاوضه مع بعض، فبيبقى يوم بقى بيبقى صعب على عيني عمال غرفه الملابس، لانه بيقعدوا بعدين يتعذبوا. لكن طبعا اتمنى في يوم في رمضان ان شاء الله، في سواء بطوله او من غير بطوله، ويا ريتهم يقبلوا الدعوه. فريق كره اليد كله في نادي الزمالك انا تحت امرهم، ان هو ده فريق كره اليد في نادي الزمالك هو احب حاجه لقلبي. هتعمل العزومه هتعملها بره يا كابتن عشان بس ما ندبسش المدام بس في العزومه دي، عشان هي ممكن يحصل مشاكل بعد الحلقه دي. في كاترينج دلوقتي، في نجيب اكل من بره في البيت مفيش مشكله عشان الدنيا تعدي معانا. طب خليني اسالك بقى على ايه، يعني مين اكتر لاعب في جيلك؟ او خليني اقول لك في الاول ان دايما رمضان بيكون بتعرض فيه بقى برامج المقالب والحاجات دي بتكون كتير جدا في شهر رمضان، ودايما الحاجات دي بتكون مميزه في شهر رمضان. قولي بقى في رمضان متعودين مين دايما يعمل فيكم مقالب؟ مين اللاعب اللي في جيلك اللي كنت متعود دايما ان انت تشوفه بيعمل مقالب في اللعيبه؟ هو انت جيتي السؤال لحد غلط، شكلك انت اللي كنت بتعمل المقالب ده. يعني انا كنت معذب الفرقه كلها بصراحه. يعني انا يعني هم كلهم اخواتي الصغيرين، بس انا بحب اضحك واهزر كتير. فكل ده بقى كان يعني ما حدش عمل فيه مقلب، لكن انا عملت فيهم كتير جدا. يعني عملت فيهم اكيد بقى، عملت فيهم مع حاجات قد كده بقى الكاميرا يعني الخفيه. عايز اقول لك في لعيبه يعني والله يعني كانت بتصعب عليا بقى بعد ما بخلص يعني. لا انا عايز اعرف بالتفصيل، مش هينفع الكلام ده، انا عايز بالتفصيل يعني كل حاجه. مره لعيب كان معانا كده بجد، هو جاله حاله تسمم، غطيناه بالجرايد وسبناه. غطيتوه هو ايه اللي غطيتوه بالجرايد؟ لعيب غطيناه في الكوريدور كده وغطيته بالجرايد وسبته. عملت فيه ايه يا كابتن؟ هو يعني كنا في معسكرين، وبعدين هو تعب فشكله تعبان جدا جدا جدا، فقلت له لا. كان قاعد معايا، هو كان تعبان كان قاعد معايا في الاوضه، فطلعته بره الاوضه حطيته في الكوريدور ورحت غطيته بالجرايد وسبته ودخلت. سبته دخلت وهو سايبك تغطيه بالجرايد؟ هو خلاص مش قادر، فضل مسلي لحد ما الدكتور ما جاش. بس مش انت اللي عملت فيه حاجه يعني؟ لا 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 هو كان لا تعبان، كان تعبان لوحده. مره من ضمن المواقف اللي عملتها كنت في منتخب الشباب، فا انا وانا صغير كنت في نادي الجزيره، فكنا بنلعب فرقه الجزيره الاماراتي كان بيلعب فيها كابتن حسام غريب. فانا هو جاي بيجري وهو قوه بشريه جامده، فهو جاي بيجري فدخل فيا، فانا وقعت، حكم حسب الكره فاول عكسي، بيعدلوني بركه دم. فالمهم حصل لي قطع في الشفه وعصب الشفه وعملت عمليه. المهم القصه ان انا قعدت اسبوع عصاير بس. فانا خلاص بقى جعان جدا وبقالي اسبوع عمال عصاير بس عصاير بس. رحت مجمع الفرقه، يا جماعه في ست غلبانه تحت والست دي احنا بنلملها فلوس. الكلام ده كان 22 23 سنه، بنلملها فلوس ولازم كلنا نعمل حاجه كويسه. قالوا لي خلاص ماشي. كل اللعيبه ادتني 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 ادتني، رحت خدت فلوس ورحت اتعشيت عند مؤمن سندوتشات في كان ساعتها في المعادي، ورحت كلت بالفلوس واتبسطت وكلام من ده. هم قعدوا يدوروا عليا، ما انا كان لا ما كان خلاص خلاص قعدت اسبوع، ده كان بعد اسبوع عمال اشرب عصاير بس. فخلاص بعد الاسبوع سمحوا لي ان انا اكل. تمام. فانا بقى خلاص لا عايز اكل بقى اكل الاسبوع كله. رحت لميت بقى الفلوس كلها من الفرقه ورحت اتعشيت لوحدي. رجعت بقى فين الست؟ مفيش ست، فحد عرف الموضوع بس. فكان برضو موقف يعني. اكله تقيله يا كابتن، سندوتشات سندوتشات يا كابتن؟ كم سندوتشات ساعتها لدرجه ما كنتش عارف ارجع. كباب، كفته، حمام، يعني ده حرمان اسبوع. هو كان بالنسبه لنا كان
كان حدث يعني أسبوع. فساعتها حتى ما عرفتش ارجع من كتر ما انا ما كنتش قادر بس فضمن الحاجات لا كنت بعمل فيهم قلب كتير جدا يعني يعني حد مثلا لعيب يبقى قاعد معايا في الاوضه فحد يجي يسال عليه فحد في الاوضه يبلغه لا مش موجود اروح انا طالع له ولا اقول له موجود جوه ومش عايز يقابلك وكلام من ده ونقعد نضحك ونهزر بتاع مقالب بتحب انت المقالب واخف دم بصراحه في الفريق ومره في موقف حصل ده بقى كنت انا والاحمر وسامحني بقى هاشم وهاشم عماد ابو هاشم عملته فيه فاحنا كنا بنلعب في الجيش القطري مهم هاشم هو عارف عارف المقلب ده لا هو مش مقلب هو هاشم كان ايه عنده مشكله الفتره دي فعلى طول بيجي يقعد يحكي لي انا والاحمر لان احنا كنا قاعدين في اوضه مشكله ان هاشم كنا قاعدين ساعتها كنا بنلعب في الجيش القطري وكنا معسكرين في باريس فقاعدين انا واحمد في الدور العاشر فهاشم انا متضايق انا زعلان انا بقى هنتحر انا هعمل واسوي فراح الاحمر قال له لا 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 هو هاشم بقى جنب الشباك قاعد بالراحه قلت له يا احمر قال لي اصبر بس رحنا جبت طالعين هاشم من اوضتنا يا هاشم قلت له قال لي ايه قلت له روح بقى نط من اوضتك ما تنطش من هنا عشان ما تلبسناش مشكله فراح عبد الاحمر يا حسن قلت له يا عم لا يروح ينط من هناك هو ينط من هنا اقول لك حسن الاحمر اللي زقوه وقعدنا نضحك برضه قعدنا معاه برضه ولمينا الموضوع لانه كان عنده مشكله وخلاص يعني دي فاكر موقف تاني ولا لا والله يعني ممكن افتكر شكلك عملت حاجات كتير والله عملت حاجات كتير لدرجه ان انا مش فاكرها يعني مش فاكرها بس هم اكيد فاكرينها عمل فيهم المقالب دي اكيد فاكرين المقالب دي كويس صح؟ طب في حد تاني كان دمه خفيف برضه بيعمل مقالب غيرك ولا انت بس؟ هو كنت انا وهم كانوا بيستحملوا لان انا كنت بعمل حاجات فظيعه بصراحه يعني هم في دلوقتي في وسام دمه خفيف في الفرقه دلوقتي برضه مع المجموعه اللي موجوده دلوقتي كان في محمد علي الجون برضه من الناس اللي دمها خفيف هم دول يعني اللي انا عشت معاهم شويه وشفتهم لما دربتهم طب ايه بقى اكتر مقلب اتعمل فيك وكان مقلب مظبوط؟ اكيد اتعمل فيك مقلب والله مش فاكر ازاي يا كابتن يعني المفروض انت بتعمل مقلب في الناس كلها المفروض بقى يجيلك يوم كده يتعمل فيك مقلب حلو كده انا مش فاكر مين عمل فيا مقلب بس ما اعتقدش مفيش حد عمل فيك مقلب؟ لا عمل فيه مقلب يا جماعه شباب كل الناس اللي اتعمل فيهم مقالب من كابتن حسن يعني اي حاجه كده يتواصل معايا اي مقلب صغنن كده عشان الكابتن يحكيه لنا المره الجايه ما افتكرش حد عمل مقلب طيب انت مين اقرب حد ليك؟ اللي انا عارفاه ان كابتن حسين زكي قريب جدا من حضرتك. انا عندي حسين زكي لان حسين زكي يعني احنا اصحاب من واحنا 16 سنه. حماده الروبي بحكم ان احنا لعبنا في الزمالك كتير واحنا ساكنين جنب بعض حتى في الفتره الاولانيه كنا ساكنين جنب بعض حماده الروبي من صحابي احمد الاحمر طبعا هو اخويا الصغير وعشت معاه كتير جدا وعلاقتنا ببعض كويسه جدا وممتازه جدا ومجد ابو المجد من الناس العزاز جدا عندي يعني فدول من القريبين جدا لقلبي يعني بتتجمعوا بقى في رمضان وبتفطروا مع بعض او تنزلوا مثلا بعد الفطار تقعدوا مع بعض مثلا في حته او كده ولا هو حسين عاش معايا الفتره دي كتير في البدايه لان حسين كان مغترب فكان يمكن عايش معايا في بيتي في بيت اهلي يعني لما كبرنا واتجوزنا طبعا انا والروبي ومجدي بنتقابل على طول سواء رمضان او غير رمضان في مناسبات عائليه فبنعزم بعض عند بعض احمد دخل الفتره اللي فاتت بعد جوازه يعني متعايشين مع بعض كلنا دلوقتي بقينا ساكنين في مكان واحد فعلى طول بنشوف بعض حتى العلاقه يعني اتنقلت للزوجات والاولاد وكلام من ده فيعني قريبين من بعض طب قولي بقى يا كابتن خليني اسالك على حاجه كده دلوقتي بتتابع المسلسلات والحاجات او الاعمال الدراميه في رمضان ولا مش مهتم بالحاجات دي؟ لا والله بصي انا هما بيبقوا كتير كتير جدا غير زمان وانا ما عنديش وقت بس مجرد ان انا اتفرجت على حاجه وعجبتني بقعد اكملها لحد ما تخلص يعني بفضل اكملها فهي المشكله بس الوقت الاولاني ان انا يعني اقعد اتفرج على حاجه تعجبني مجرد ما عجبتني خلاص يعني بقعد اكملها بقى بعرف التوقيت المناسب لان كله بيتعاد بالظبط وكمان النت دلوقتي ما خلناش بقى حاجه أو ممكن خلاص يعني انا فعلا في كده من سنتين ثلاثه كنت اخلص صلاه الفجر مثلا والشروق بنام على 8 الصبح اقعد اتفرج على بسبب المسلسل ده اقعد اتفرج عليه كده على النت وبعد كده انام لكن يعني الحاجات بقت كتيره فانت مش عارفه تختاري كان ايه المسلسل اتفرجت
اتفرجت على ظل الرئيس كان عاجبني جدا، قعدت اتفرجت بحب الحاجات انا دي. وفي بقى قعدت اتفرج على الكبير كبير قوي، بس يعني في رمضان انا ما بتشدش للتلفزيون لان اصلا ما بقاش في وقت. انت بتخلصي الفطار بعد كده في عشاء بعد كده في تراويح كده تقعدي مع اصحابك شويه تروح على واحده واحده ونص تبتدي في سحور الولاد. الواحد بقى يقعد يتفرج على مسلسلات رمضان بعد رمضان. خليني اسالك كمان بعد الفاصل عن بقى مسلسلات رمضان زمان والاجواء الرمضانيه زمان، لكن بعد الفاصل. اهلا بيكم من جديد، ولسه مكملين كلامنا مع اسطوره الهاندبول كابتن حسن يسري. يعني كابتن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن رمضان وعن الاجواء بتاعه التلفزيون والدراما والمسلسلات والحاجات دي، وانت كنت بتقولي دلوقتي كمان في الفاصل من شويه ان انت اكتر حاجه مضايقك فكره انه في تلفزيون في كل بيت اكتر من تلفزيون، تلفزيون في كل اوضه. قول للناس بقى انت ايه اكتر حاجه مضايقاك في الموضوع ده. هو اصلا القصه بنبقى مثلا الناس كلها عايشه في بيت واحد بس مش متعايشين مع بعض، صح؟ زي ما اتكلمنا فكره الموبايلات وفكره ان كل اوضه فيها تلفزيون كلام من ده، فانت هنا كل واحد عايش مع نفسه. لكن احنا لما حضرتك سالتي سؤال احنا بنتكلم عن زمان. زمان كان في تلفزيون واحد في البيت بالظبط، كان في 3 4 5 قنوات في البيت، فكنت تلاقي مثلا مسلسل او فيلم كل اللي موجودين في البيت عددهم 3 عددهم 5 عددهم 10 هم قاعدين في مكان واحد بيتفرجوا على حاجة واحدة. الجو دوت هو جو مطلوب يعني بجد والله، جو جميل جدا. بدليل ان انت النهاردة مثلا انا قلت لك ان انا اتفرجت مثلا على ظل الرئيس كان عاجبني في الفترة دي، لكن انا مش فاكر احداثه ايه يعني. انا فاكر ان انا كنت حاجة عجباني فقعد بتفرج عليها. لكن تعالي النهاردة مثلا ليالي الحلمية، تعالي النهاردة سأليني عن ونيس، تعالي النهاردة سأليني مثلا عن مش عارف الشهد والدموع، كل الحاجات دي كنا بنقعد ونتأثر وكانت بتعالج مشاكل في المجتمع. لكن النهاردة انت انا اسف يعني لو هقول كلام مش هيعجب، انت النهاردة بتخلقي مشاكل في المجتمع بسبب الحاجات اللي بتتذاع. اصلا انا عايز ابين احط السبوت على حاجة مش عارف عاملة ازاي، لا ما في حاجات ايجابية ممكن نحط عليها السبوت يعني. لكن انت زمان لا، انا يعني يمكن عشان برضو زمان كانت المسلسلات كانت قليلة، كان هو مثلا في مسلسلين 3 بيتعرضوا، فكانت القضايا بتكون المسلسلات يعني كافية ان هي تعالج القضايا دي. لكن دلوقتي انت بتتكلم في 20 مسلسل مثلا بيتعمل او اكتر بيتعمل، فهيتكلموا في ايه ولا ايه؟ فهي دي المشكلة. أنا يعني مش انا اللي هقول ده صح ولا غلط، لكن في الاول وفي الاخر انا هختار اللي يعجبني، دي بتاعتي. فانا في الحاله دي بختار ان انا لو حاجه عجبتني بتفرج عليها، حاجه ما عجبتنيش خلاص بسيبها. لان كده كده انا اصلا ما عنديش وقت بحكم اللي انا حكيته، بحكم ان انا كمان لو شغال وفي تدريب وكلام من ده فعلا ما فيش وقت خالص للتلفزيون. لكن هم الولاد بقى اللي بيقعدوا ويتعايشوا. يعني برامج المقالب اللي بتتعمل دلوقتي بتعجبك ولا بتشوف ان هي مش حقيقيه فيك غلط؟ بتشوفها زي برامج المقالب ولا بتحبها بتحب تتفرج عليها؟ لا مش بتعجبني، مش بتحب البرامج دي. طب والولاد عندك؟ عشان دايما في برامج كده معينه على طول كل رمضان لازم الناس تتفرج عليها. هم الولاد بيتعايشوا فيها لان هم برضو يعني عارف حضرتك صغيرين وبيحبوا حاجه بيشوفوها ان هي مقلب وكلام من ده. لكن انا بالنسبه لي يعني هي ما بتشدنيش قوي وما يعني ما بتضايقنيش قوي. بتاع المقالب يا كابتن المفروض انت بقى تقعد بقى. احنا مقالبنا حقيقيه. حقيقيه صح. نشوفك بقى في برنامج كده قريب تعمل مقالب. انا اعمل مقالب؟ اعمل مقالب في صحابي بتوع الهاندبول. طب عايزاك تقول الو كده نشوف معانا مين. الو الو صوت زينة. مين ده؟ الو الو هاي زينة، ازيك يا بابا؟ الحمد لله تمام. عرفت صوتها على طول؟ اه يا زينة عارفها. صوتها مميز بالنسبه لك. زينة الكبيرة ولا الصغيرة؟ زينة الكبيرة. زينة الكبيرة، عاملة ايه يا زينة؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيبة. بابا كان لسه بيحكي لنا عنك وبتقولي بيقول ان انت بتحبي القراية وان انت مش بتحبي بقى تنزلي في وقت الصيام بقى تجري معاهم وتلعبي رياضة وكده. اه والله بابا بيفرهدكم. فرهدكم صح؟ اه. طب اخواتك تمام وبيتجاوبوا معايا ولا المشكلة معاك انت بس ولا ايه؟ لا هم تمام جدا اصلا، هم بيحبوا كده قوي يعني. انا اختي اصلا الوسطانيه والصغيره بيتمرنوا هاندبول. فانت اللي بتاخده في الرجلين؟ اه مش عارفه انا بتاعت القرايه والرواقه والقعده كده نقرا كده لكن ما نبذلش نولع سمعه ونقرا.
طب قولي لي بقى يا زينب، بابا يعني مشهور بقى بالمقالب وبخفة الدم وبالحاجات دي، بيعمل معاكم حاجة ولا في البيت بابا جد؟ لا هو بابا مش بيعمل فينا مقالب، بس هو على طول بيقعد يضحكنا. يعني هو بابا دمه خفيف قوي فبيقعد دايما يضحكنا، وكمان في رمضان بالذات بابا بيكون قاعد معانا وقت اكتر عشان الشغل بيكون اقل. طب بتخرجوا بقى، بتاخدي مثلا بابا كده وتخرجيه في الحتت بتاعت رمضان دلوقتي، الخيم والحاجات ديت، ولا بتكون الاجواء عامله ازاي؟ اساسي كل سنه لازم بنروح نتسحر بره، وساعات برضه ماما بتعمل اكل بنفطر من بره بس قليل، يعني العزومات بتكون كتير في رمضان وكده، فيعني بيكون الاكل من بره اقل، بس بنتسحر بره كتير. بتحب يا كابتن تاخدهم وتخرجوا في الخيم بتاعت رمضان تقعدوا تتسحروا مع بعض، ولا مش بتحب انت الاجواء دي؟ هو بيحصل طبعا الشيخ زايد انت عارفه بقى كلها خيم فساعات حد من صحابي بيبقى عامل حاجه كلام من ده، فبنروح مره اتنين تلاته فيعني برضو بيبقى جو لذيذ يعني طبعًا. بالليل ان الدنيا برضو تبقى هاديه شويه فبتبقى حاجه كويسه. طب قولي لي يا زينه، ايه اكتر اكله انت عارفه ان بابا بيحبها؟ اكله بابا بيحبها جاوبي صح. صعب بقى، اصل بابا بياكل كل حاجه. لا يا زينة ما ينفعش يا زينة الكلام ده. لازم تقولي على حاجه وتطلع صح. انا ممكن اقول لك حاجه بابا قولي. مش بيحبها. قولي. بابا ما بياكلش مكرونه. ما بياكلش مكرونه، ده حقيقي؟ مش عارفه حاجه بابا بيحبها. طيب لا بابا، اصل بابا بياكل كل حاجه يعني بابا مريح في الاكل مش متعب. طب انت اتعلمتي الاكل ولا لسه؟ مش بتعرفي تعملي يعني حاجه مع شويه؟ بعمل مكرونه. مكرونه بابا ما بيحبهاش. هو انا عرفت بابا ما بيحبهاش ليه؟ لا والله بقى يعني انا بحب المكرونه قوي انا وماما واخواتي، نعملها وبابا مش موجود بقى، نشوف اليوم اللي بابا مش موجود فيه مش هيتغدى في البيت نعمل مكرونه. لا هو بابا اصلا يعني مش بياكل معانا كتير غير في رمضان. طب وفي الحلويات وفي الحاجات دي بابا وانتوا بتحبوا ايه؟ بابا بيحب البسبوسه ساده عشان بابا ما بيحبش المكسرات. لا طلعت عارفه هي كابتن انت بتحب. وبيحب بقلاوه. مظبوط مظبوط، ولو مش مظبوط هنقول مظبوط صح. لا مظبوط. طيب انت قولي لي، قولي يا زينه، يعني انت قريبه من بابا على طول مثلا، بتبقوا اصحاب بتحكي لبابا على كل حاجه قريبه منه، ولا تبع بقى صحابنا والشباب والكلام ده؟ لا هو انا اكيد تبع صحابي يعني، بس لا انا قريبه من بابا، لان بابا اصلا يعني يستاهل ان الشخص يكون قريب منه. بابا بيتفهم وبينصح، ومش حد مثلا ستريكت، او حد مش حد ستريكت قوي، او حد اللي هو ما تحبيش تتكلمي معاه. لا بابا بيتقبل الامور بصدر رحب، وكمان بابا مش عصب يعني. بابا لما بيتعصب بيكون فعلا الموضوع يستاهل ان هو يتعصب. دي ميزه حلوه جدا الحقيقه يا زينه. طب قولي لي، انا عرفت ان انتوا لما بتبقوا عايزين حاجه في البيت، اي حاجه بابا ممكن ما يبقاش موافق عليها، اختك الصغيره على بابا على طول طبعاً. فريده طبعاً. اسمها فريده صح، بتبعتيها لبابا فلوس اكل شرب اي حاجه. طب ايه فاكره موقف كده مثلا كان في حاجه كنتوا نفسكوا بابا يعملها او حاجه مش موافق عليها وبعتوا له فريده؟ لا هو احنا على طول بنبعت فريده، احنا ما بنجربش، بنبعت فريده على طول على طول. دي صوره فريده يا كابتن، دي حبيبه قلب بابا، دي فريده معايا في الصغيره دي، بتاخدها معاك بقى كل حته وكده. اخر سنه كنت بلعب فيها، لا انا هاجي معاك النادي، هاجي كنا بنجري في تراك، راحت قالت لي انا هجري معاك. هتلعبها هاند بول؟ هي بتلعب دلوقتي، بتلعب هاند بول دلوقتي هي والبنوته اللي في ومايا. النص ومايا. طب وانت زينه مش مالكيش في الرياضه، مش حابه ان انت تلعبي اي لعبه ولا خلاص؟ لا ما بحبش، انا الحاجه الوحيده اللي ممكن اعملها ان انا اروح جيم، بس انا بقى بحب اليوجا كده يعني. طب قولي دايما مديتيشن رياضه يعني، انا اروح العب لعبه معينه. انت شكلك ليكي بقى في ستايل المديتيشن والقرايه والحاجات دي، وبعيده شويه عن الرياضه والحركه. طب خليني اسالك، بابا بقى قبل الفطار يعني، عارفه دلوقتي دايما بيبقى قبل الفطار كده بيبقى الواحد متنشن ومتعصب ومش طايق نفسه والكلام ده، بتبقى لا بابا مش من النوع ده خالص. بابا قبل الفطار بيقعد يقرا قران كتير بس. طيب لكن مش بيكون متعصب او كده، بيبقى عادي. وماما؟ لا ماما بقى لو فيها زومه، يا لهوي. ماما ايه؟ لو فيها زومه بقى، لو فيها زومه جريت كل حته، اطباق سوك معالق سكاكين كل حاجه. لكن لو ماما عادي برضو يعني بيكونوا عاديين، بس بتساعدوها. لو فيها زومه ماما بتكون متوتره. بتساعدوها ولا لا؟ طبعا بتساعدها غصبا عنها، غصبا عنك لازم تساعدوها كلكم. طيب كابتن حسن بيساعد في البيت بقى وكده ولا ملوش؟ لا طبعا هو ما بياكلش النور وهو نايم.
بيقفلش تقول ما بيقفلش النور وهو نازل. عندي المدام مشكلتها اطفي النور اطفي النور اطفي النور. وانا بحب اطفي النور. لا انت مش عارف فانا على طول بقى ساب لهم النور ولا في البيت يقعدوا يجروا ورايا النور. ده مشكله كل الستات مصر يا كابتن اقفل النور. بابا بينزل من الاوضه. بابا بينزل في الصيف بيكون سايب التكييف والع ونور الاوضه ونور الدراسنج والمروحه و... طب ده هو اللي بيدفع اكيد فاتوره الكهرباء مش انت يا كابتن اللي تدفعها. طب ايه نقفل واحنا نازلين؟ هم بقى هم موجودين في البيت يمشوا ورايا يقفلوا. صح يعني هو جايب ثلاث بنات امارات يا زينب فالمفروض ان احنا نمشي نشوف بقى النور اللي بابا فتحها نقفلها ورا ولا ايه؟ والله وبابا بيلبس الجزمه احنا خلاص اتعودنا بقينا نروح نقفل وبابا يعني خلاص بابا ماشي فاحنا هنروح نقفل. نشيك على كل الانوار بتاعت البيت قبل ما ننزل. طب بابا بقى بياخدكم وتسافروا وتروحوا في حتت وكده ولا بتقضوا؟ طبعا احنا بنروح الصيف ازاي؟ بنسافر كل سنه. انت نفسك تدخلي كليه ايه طيب يا زينب؟ نفسي ادخل بايو تكنولوجي. زينة شكلها مثقفه كده وعارفه هي عايزه ايه. هي عندها هدف يعني عايزه عندها هدف في حياتها. زينة ايوه عايزه تخش البايو تكنولوجي ليه؟ علشان عايزه ادخل اي بي اف وان سبيشاليتي عشان اخلي الناس تخلف بسببي. عايزه الناس تخلف ايه؟ بسببي. لا مش سامعه عيدي تاني معلش يا زينة. عايزه ادخل اي بي اف وان سبيشاليتي عشان اخلي الناس تخلف بسببك. ازاي ده موضوع كبير عشان الاي انفيتاليتي اللي هي الحاجات اللي بتخلي الناس تخلف. ايوه الخصوبه زي الحقن المجهري واطفال الانابيب والحاجات دي. بس وبعدين هو كذا باي تكنولوجي فيها تخصصات كتير يعني انا ممكن اشتغل اي حاجه انا عايزاها. يعني في ممكن اشتغل في شركه ادويه ممكن اتخصص موليكيولر دايجنوزز ففي حاجات كتير قوي يعني انا لسه مش عارفه اختار ايه يعني بس دي اكتر حاجه انا عايزه ادخلها الاي دي اف وانتيتالي. يعني انا مبسوطه بيكي جدا ان انت عندك هدف وهدفك ان انت حابه انك تساعدي الناس اكتر ان انت تساعدي الناس اللي مش قادرين ان هم يكون عندهم اطفال فدي حاجه حلوه جدا منك الحقيقه بصراحه يا زينه مبسوطه بيكي جدا. ميرسي شكرا. بشكرك يا زينه وسلمي بقى على اخواتك وسلمي لي على ماما وقولي لهم كل سنه هم طيبين وبصي لي فريده الصغيره. شكرا يا زينه. تعالى نتفرج على شويه بقى صور يعني اتكلمنا مع زينه تعالى نشوف بقى كده شويه صور مع بعض ونعلق عليها مع بعض. ده كنا في نادي الجيش القطري احنا الثلاثه انا واحمد وهاشم. ودي صورتي انا كان ماتش احنا تعادل وفاضل 7 ثواني وجبت جون المكسب. جبت الجون في اخر ثواني. كان والصوره دي بتاعت احمد كنا برضو بنلعب الاخويه ده زي اهلي وزمالك هناك وكسبنا الحمد لله. وده هاشم بقى على طول هو مدي الفيس ده من اللعيبه يعني ما شاء الله عليه يعني مش هقدر اتكلم عليه هو خلاص تاريخه دلوقتي بيتكلم عليها طبعا. طيب كلمنا بقى على الصوره ديت. الصوره دي كان عيد ميلادي وكنا في قطر دكتور محمد شوقي ده كان معانا هناك والدكاتره الشطار جدا 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 كان احمد في بيت احمد وهو اللي جايب لي التورتايه واحتفلوا بيا يوميها كنا برضو في قطر. ده كان عيد ميلادك. كان عيد ميلادي انا. كان عيد ميلادك انت. الصوره ديت هنا كابتن احمد الاحمر. احمد هنا بيبوز دماغي. احمد يعني من اللعيبه اللي انا بعيد عن اللعب وكلام من ده انا بحبه شخصيا حتى لما كنا بننزل نلعب كنت بهتم ان احمد يطلع باحسن صوره في اللعب. ان انا كنت بفضل يعني اعمل له شغله واحاول اخليه يعني زي ما بيقولوا كده لو هو 10 على 10 انا كنت بحاول اخليه 20 على 10 فاحمد العلاقه ديت هو شايفها في الملعب وحاسسها. كنت بخاف عليه جدا وبحب اخليه في قيمته. حتى لو هو مش في موده او مش في ادائه بعرف افصله لحد ما ارجعه تاني. فهو كان حاسس بده. هو حاسس بده والعلاقه ما بينكم قويه طبعًا جدا طبعا طبعا كويس صغير. طيب. عايز اسالك طيب على بقى اخر حاجه بقى كده اجواء العيد. قولي اجواء العيد بقى بتبقى عامله معاك ازاي؟ بتعمل ايه في اول يوم؟ بتعمل ايه يوم الوقفه كده؟ اول حاجه بتعمل ايه في العيد؟ بص اقول لحضرتك حاجه انا مبسوط جدا في العيد ان انا بحس ان انا ايه المكان اللي انا قاعد فيه انا صاحبه. مبقاش حد قاعد الا انا. كله انا ما بحبش اسافر في العيد انا ما بحبش الزحمه. فالناس كلها بتسافر وفي الناس اللي بترجع بقى لاهاليها في المحافظات الاخرى. فبحس ان انا في بيتي لوحدي في المكان اللي انا ساكن فيه. امشي بالعربيه لوحدي، امشي المحور
لوحدي، حس ان القاهره جميله جدا. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، اول يوم بصلي برضو عند الحاجه في مصر القديمه انا واولادي، وبنفطر مع الحاجه، وبعد كده بنرجع ايه على الشيخ زايد. انا بقعد اخد العربيه والف في مصر كلها، مبسوط جدا لان مامه المدام ساكنه معانا في الشيخ زايد، فهي والولاد بيروحوا لها على الفتره المسائيه، فانا بقى باخد عربيتي واقعد الف ومع اصحابي، والقاهره فاضيه، وتحس ان القاهره احسن محافظه في الدنيا، ولا زحمه ولا دوشه ولا اي حاجه. عايزه تروحي اي حاجه فعلا 10 دقائق ربع ساعه، 10 دقائق ربع ساعه، ببقى مبسوط جدا. لكن مش بحب، مش من هواه السفر في العيد خالص. يعني عيد سعيد ان شاء الله هيكون على حضرتك وعلى كل مشاهدينا، ومبسوطه جدا بوجودك معايا النهارده، واتشرفت بوجودك معايا النهارده طبعا من خلال برضو قناه نادي الزمالك. كل سنه وكل شعب ومصر طيب بمناسبه شهر رمضان الكريم، وكل سنه ونادي الزمالك وجمهوره بصفه خاصه طيبين، وبشكركم قناه نادي الزمالك، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن، ورمضان كريم عليك وعلى كل مشاهدينا. دي كانت حلقتنا مع اسطوره الهاندبول كابتن حسن يسري، انتظرونا في حلقه جديده من لقاء خاص على شاشه قناه الزمالك، وكل سنه وحضراتكم طيبين.